السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة عن الفنان صبري فواز، وهنعرف تفاصيل كتيرة معانا في الفيديو ونبذة مختصرة عن حياته، وكمان في أسرار كتير جدا هنعرفها معانا في الفيديو. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. الفنان صبري فواز هو ممثل ومخرج ومؤلف مصري. فواز في 22 نوفمبر 1968 في قرية الحمراء التابعة لمحافظة كفر الشيخ. وتزوج صبري فواز من السيدة عزة موسى بعد قصة حب كبيرة جدا، وعنده منها ولد وبنت مروان وصبا. وصبري فواز معجب جدا بالموسيقى وبليغ حمدي، واتمنى لو ان هو يقابله في المستقبل. وكمان نقابة الفنانين بمصر ما بتعترفش بقسم المسرح في جامعة الاسكندرية اللي درس فيها الفنان صبري فواز، وكمان عمل اثناء تعليمه في الجامعة كمدرس لغة عربية، وكمان حب يدرس المسرح مرة تاني من خلال معهد الفنون المسرحية بالقاهرة. واول عمل ليه كان في مسلسل الوصية، وكان بترشيح من المخرج اسماعيل عبد الحافظ، وده كان اول دور ليه في التمثيل. وبسبب أدوار صبري فواز في أحد المسلسلات عاداه الإخوان، وقعد فترة كبيرة جدا خارج الوسط الفني، وكان في مشاكل كتير جدا وفي ما بينه وما بين الإخوان، وكمان كان في أسرته مشاكل كتير وعانى كتير جدا. وقال إن هو كان ساكن مع عمامه وأسرته في عمارة واحدة وبيت واحد كان بيجمعهم كلهم، وخلال فترة بسيطة جدا مات عمامه كلهم، ومات ولاد عمامه كمان اتنين، ووالدته من كتر الحزن اتوفت. وهو ساعتها قال انا الدنيا اتقفلت في وشي وما كنتش عارف اتصرف ازاي بعد وفاة والدتي وبعد وفاة اهلي ورا بعض على طول، وكانت مشاكل كتير جدا في الفترة دي. وتعرض صبري فواز في فترة لوعكة صحية وكانت بسيطة، بس كان نشر على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ونشر فيديو يوضح حقيقة الوعكة الصحية اللي تعرض ليها، وقال انها مشكلة بسيطة في المرارة.